مرحبا، قبل المشاهدة مرجو الضغط على زر اللايك والاشتراك إذا كنت جديدا والضغط على زر الجرس لكي لا تفوتك فيديوهاتنا الجديدة. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد من قناة كينج موبيل. كما رأيتم في عنوان الحلقة أبر أصدقائك بهذه الخدعة. الخدعة الأولى التي لن تكون خدعة بل هي حقيقية، الحصول على 300 لايك في فيسبوك بطريقة سهلة، والأمر لا يقتصر في هذا التطبيق على لايكات فيسبوك فحسب كجميع التطبيقات الأخرى. يمكنك في هذا التطبيق أن تزيد من عدد لايكات الصفحة أو الباج الخاصة بك في فيسبوك. كما تعرف هذا أمر مستحيل، لكن هذا التطبيق يوفر لك هذه الخدمة مع خدمات أخرى كزيادة عدد التعليقات وزيادة عدد فولو لديك. المهم، لكي يشتغل معكم التطبيق الأمر سهل. في البداية سوف تقوم بتسجيل حساب فيسبوك الخاص بكم، ومرة أخرى على الحلقة الثالثة سوف أشغله بحساب فيسبوك الخاص بي لكي تتأكدوا من ضمانتي. كما ترون عندما أدخل إلى هذه الصفحة سوف يعطوننا خيارات تعليقات أم لايكات في الفيسبوك إلى غير ذلك. تختار عدد اللايكات التي تريد وتختار بعد ستاتيو أو فوتو أو فيديو خاص بك وتضغط على زر سابميت. بعد الضغط على زر سبميت سوف تنتظر ثواني قليلة وبعدها سوف يشتغل معك التطبيق وسوف تحصل على 300 لايك. لكي تزيد 300 لايك أخرى يجب عليك الانتظار حوالي 14 دقيقة. معلومة أخرى، لن يقوم التطبيق بتحكير اللايكات إذا لم تكن حالة منشور خاص بكم عامة. الآن لنذهب للتأكد في الصور الخاصة بي. كما ترى 1000 لايك والأكثر من 1000 لايك في هذا المنشور، لقد قمت بتحكيره في نصف ساعة أو أقل. الآن لننتقل إلى الخطوة الثانية وهي تحكير أو لنقوم خدعة تحكير سبسكرايبات إلى غير ذلك. والآن ومع الخدعة الثانية التي أخبرتكم بها وهي زيادة عدد السبسكرايبات لديكم في قناة يوتيوب. أولا، هذه السبسكرايبات لن تقوم بزيادتها بشكل حقيقي ولن يراها أشخاص آخرون في متصفحات أخرى كيوتيوب شخص آخر، بل هذه الخدعة متضمنة في هاتفك فقط أو بالأحرى في هذا المتصفح فقط. كما ترون الآن سوف ندخل إلى قناة يوتيوب. سوف أختار قناتي كمثال وسوف أقوم بتحكير عدد السبسكرايبات الخاصة بها. شيء آخر، هذا التطبيق لم يوضع لكي تهكر عدد السبسكرايبات الخاصة بك فقط ولا لتهكر أي شيء. الأمر يقتصر على مدى ذكائك وقد ينفعك في شتى ميادين. المهم، كما ترون هذه هي قناتي. لكي أقوم بتعديلها أو تزويرها سوف نضغط على زر القلم فوق. وكما ترون كم لدي من سبسكرايب الآن 337، سوف أحولها الآن إلى مليون وأرسله إلى صديقي مثلا وأخبرهم أنني أصبح لدي مليون مشترك إلى غير ذلك. كذلك اسم القناة، يمكنك أن تذهب إلى قناة صديقك مثلا وأن تغير اسم قناتي باسمك الخاص وأن تخدع وأن تقول قمت بتحكير حساب خاص بك إلى غير ذلك. المهم، هذه هي وظيفة التطبيق، يقوم بتحكير ويب سايت. أي شيء في هذا التطبيق تقوم بإدخالك متصفحات فيسبوك أو تويتر، يمكنك أن تغير كل شيء فيه، تحديث أي شيء أو تضيف أي شيء. هذه كانت حلقتنا لليوم. للمزيد لا تنسوا الضغط على زر لايك وسبسكرايب. أريد أن أشكركم على أننا فتنا عتبة 300 سبسكرايب رغم أنني توقفت عن إطلاق فيديوهات مؤخرا. المهم، إذا أردتم مزيد من الفيديوهات كل ما عليك الضغط على زر لايك. أي استفسار أو أي شيء اضغطوا على زر كومنتات. إلى اللقاء في فيديو آخر.